في ذكرى المولد، هل تريد أن تعرف عن وصف صاحب الذكرى؟ أنا أقول لك أن أحد الصحابة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ليس فيها غيم، فقال: جعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. فقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون، جميل الصورة، فصيح الكلام، عظيم الرأس، أجل الجبهة، واسع الجبين، وكان شعره صلى الله عليه وسلم أسود شديد السواد، لم يظهر في شعره من الشيب إلا نحو 20 شعرة. كان أبيض الخدين مشربا بالحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام. صدق من قال فيه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك عن خبره. معناه: لو لم تكن له معجزات، منظره عليه الصلاة والسلام يدل على صدقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، إن تطيب وإن لم يتطيب. وقد ورد أن صحابيا أصابه الشرى، وهو ورم كالدرهم، حكاك مزعج يحدث كربا وإزعاجا شديدا لصاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجرد، أي جرد ظهرك من ثوبك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعبق الطيب به بعد ذلك إلى آخر حياته. كان يعبق بالطيب بمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عنه الشرى وبقي الطيب إلى آخر حياته. صلى الله عليك يا رسول الله، شكرا يا حبيب الله، شكرا يا قائد الخير.